السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم كامل بخير ومهنيين وبصحة جيدة إن شاء الله. قبل ما نبدأ الفيديو تاع اليوم، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم جبت لكم وصفة خبز ولا أسهل. عندنا زوج كيسان تاع الماء، الماء لازم يكون دافي. عندي زوج مغارف كبار خميرة الخبز، زوج مغارف كبار تاع السكر. نخلط المكونات جيدا ونزيد عليهم زوج كيسان تاع الفارينة. نخلط الفارينة مليح نخلطهم مليح مليح ونزيد عليهم الملح. الملح انا هنا درت ملعقه صغيره تاع الملح. نخلطهم مليح ونغطيه ونخليه لمده 10 دقائق باش تتفاعلنا هذيك الخميره. كما راكم تشوفوا يعني حاجه سهله وما فيش تعقيدات. هنا بعد مرور 10 دقائق كما شفتوا نزيد عليهم نصف كاس تاع زيت عفوا. نخلط الخليط جيدا، نخلط مليح هذيك الزيت ونبدا نزيد في الفارينه بالتدريج حتى نلمو العجينه تاعنا. هنا حطيت الفارينه، نزيد عليهم كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام ونخلط ونبدا نلم العجينه تاعي حتى تلم ونتحصلوا على عجينه طريه. انا هنا الفرينه ما نقدرش نقول لكم شحال، المهم نتوما تلموا تزيدوا الفرينه غير بشويه حتى تحصلوا على القوام اللي راح نوريه لكم الان. العجينه لازم تكون طريه باش يجيكم الخبز تاعكم خفيف. انا نكمل نلم العجينه تاعي ونعاود نرجع معكم ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هذه هي العجينه اللي نتحصلوا عليها، شوفوا تجي طريه. نغطيها نخليها تخمر لمده 20 دقيقه ولا 15 دقيقه على حسب درجه حراره المطبخ. وهنا بعد ما خمرت لي العجينه تاعي ندير شويه فارينه فوق سطح العمل ونحي العجينه تاعي ونبدا نخدم فيها. اول حاجه نديروها نقسموا العجينه تاعنا. انا هنا قسمتها على زوج وبعد نقسمها هكا، المهم نتحصل على 8 حبات، يعني نتحصل على 8 خبزات يجو ماشي كبار وماشي صغار، يعني يجو خبزات متوسطين ما شاء الله. وهذا الخبز نتمنى انكم تجربوه واكيد اكيد راح يعجبكم، لانه كما راكم تشوفوا مكونات بسيطه وطريقه سهله والنتيجه مضمونه باذن الله. شوفوا هنا راني نوريكم، هنا دوكا نبدا نخدم من الخبزه الاولى. بسم الله. هنا نستعين شويه بالفرينه نفتحوهم ماشي رقاق بزاف وماشي اخشن. هنا نهضر بالعقل باش ما نجربش. هنا بعد ما فتحتها نبدا نلوي فيها غير بالعقل وما نضغطوش عليها.
ما تضغطوش عليها هكذا. نستفهم كامل في سنيوه، نكمل كامل الكميه كما راكو تشوفوا هنا. اللقطه راحت لي كي فتحتهم بالموس. انا هنا راني نوري لكم برك الموس لازم يكون قاطع و تفتحوهم هكذايا، ولا بغيتو ديروهم بالعرض ديرو بزاف خطوط تاني كيجي شباب. نغطيهم ونخليهم حتى يتضاعف الحجم تاعهم. وهنا كيما راكم تشوفوا بعد ما تضاعف الحجم تاعهم ندهنهم بشويه تاع الحليب من الفوق. هذاك الحليب حيعطي لهم يعني الحموريه من الفوق. ندهن كامل الخبزات تاعي ونرجع معكم ان شاء الله. وهنا كيما راكم تشوفوا هذا هو الخبز تاعي اللي طيبته، ولا اسهل ولا اروع وبزاف بنين، مليح مع الشربة، مليح مع الشلاطة، مليح سندويتشات، مليح مع قهوة حليب، يعني روعة. وهنا من تحت كيما شفتوا الحليب الحليب ماشي زعما ماشي محروق ولا، يعني واش نقول لكم هذا الخبز شوفوا كمية لاباس بها وبزاف بزاف بزاف بنين. نتمنى تجربوه وينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. انا هنا معليا غير نقول لكم لحقت لنهاية الفيديو، ما تنسونيش باللايك والاشتراك في القناة فضلا وليس امرا. الى اللقاء الى فيديو اخر، مع السلامة.